أنا طلعت في الصحافة المصرية أنه حكم على الأستاذ إسلام البحيري بخمس سنوات، هزني هذا حقيقة، خضني وهزني. طبعا قد أختلف مع الأستاذ إسلام في أشياء كثيرة وبالذات في أسلوبه، لكن لا يمكن أتمنى له أن يسجن خمس سنوات ولا حتى خمس ساعات. لماذا يسجن؟ يتوب الرجل، قارع الحجة بالحجة، الفكرة بالفكرة. ازدراء الأديان ما هو بالضبط؟ نحن يعني ازدراء الأديان هذا لفظ مطاط وواسع. تحت ازدراء الأديان يمكن أن تحرم فعلا كل قول وكل اجتهاد. تحت ازدراء الأديان يمكن أن تقول من انتقد البخاري مثلا هذا يهدم ثوابت الدين. يعني حتى مفهوم على فكرة ثوابت الدين مفهوم مطاط ومرن ويستغل لأهداف كثيرة جدا جدا. ما هي ثوابت الدين؟ شيء غريب، كل شيء من ثوابت الدين يجعلونه المقدس. أقول لك التشكيك في المقدسات، ما هو المقدس؟ وأنا زعيم أن من العلماء من لا يعرف أصلا حدود المقدس، معايير الحكم على شيء بأنه مقدس أو غير مقدس. ناصر حمد أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، يعني نتفق معه في أشياء، نختلف معه في أشياء بلا شك. يعني هو أراد أن يقارب النصوص الشرعية مقاربة إنجاز التعبير حديثة، لن أقول حداثية، على طرائق ما يعرف يعني بعلم التأويل الحديث هرمونيوتكس، متأثرا بجدامر ببول ريكور وأمثال هؤلاء. أصاب في أشياء طبعا لا أعتقد أن وقت المشاهدين أو حتى النطاق المعرفي ربما العموم المشاهدين يتسع لأن نخوض في بعض التفاصيل. أصاب في أشياء، أخطأ في أشياء. أنا كنت مستاء منذ البداية من الطريقة التي عمل بها الرجل. أنا دائما يعني كنت ولا أزال أؤمن بأن الحجة تقرأ بالحجة، والفكرة يعني لا بد من مقابلتها بالفكرة، ليس بإهدار الدم، ليس بالطعن في النوايا، ليس بإرهاق الرجل إليه ليؤكد أنه مسلم كل 24 ساعة. هذا شيء لم أرضى عنه منذ البداية. للأسف الشديد أحزنني أن الرجل مات غريبا عن بلده وعن أهله وعشيرته، أرجو له الرحمة والمغفرة. فرج فودان قرأت له بعض الأعمال في الحقيقة، يعني حتى أنصفه رحمة الله عليه من خلال أعمالي، هي أعمال بسيطة ربما أراد أن يدشن بها بعض الأطروحات، بعض المنظورات الجديدة للحياة، لعلاقة الدين بالدولة، علاقة الدين بالسياسة، لم تكن بذلك العمق ولا بذلك التفصيل والإسهاب، لم تكن عليها حتى الصبغة الأكاديمية العلمية المحترمة، لكن نفس الشيء أيضا تتفق أو تختلف مع الرجل طبعا الذي وضح لي حتى من خلال قراءة كتبه، من خلال المناظرة الشهيرة بينه وبين المرحوم العلامة الشيخ محمد الغزالي والدكتور عمارة والدكتور القرضاوي، وضح لي أن الرجل مسلم، واضح أنه مسلم غير مرتاب بدينه الرجل، لكن عنده اختلاف في قضايا تتعلق بالفقه السياسي، بالمنظور السياسي لبعض القضايا. طبعا لم يرضنا على الإطلاق وأسخطنا ولا يزال قتل الرجل بتلك الطريقة البشعة الجبانة الغادرة، وهي القضية التي طبعا برز فيها موقف الشيخ العلامة محمد الغزالي، وأسيء أيضا فهمه المرحوم الغزالي، حيث يعني أراد بعض الناس أن يؤكدوا أن الغزالي برر قتله حين قال يعني كل ما فعله ذلك الشباب الغاضب للأسف المتهور أنهم افتأتوا على السلطة. بعد ذلك سمعنا شهادة من الدكتور طه جابر العلواني، والرجل يعني أكدها بالقسم بالحلف أنه سمع من الشيخ الغزالي أنه إنما قال هذا من أجل فقط أن يدرأ عنهم يعني حكم الإعدام، ولكنه لا يرضى عن فعلهم بالمرة ولا يبرره، وهو صادق إن شاء الله. كل من عرفني وكل من تبعني يعرف أنني لا أستطيع أن أجامل. في الحقيقة أنا يعني كموقف مبدئي أحترم كل العاملين الإسلام، كل العلماء، كل الدعاء، ولكن من ناحية مبدئية مزاجي الفكري، عقليتي، ربما ثقافتي، نطاقي المعرفي يجعلني لا أشعر بالقرب القريب ممن يعني ينتمون إلى الاتجاه أو التيار السلفي كما عرف بين الناس وفي الأصقاع المختلفة، ليس فقط الشيخ محمد حسان يعني حفظه الله، وإنما سائر تقريبا رموز هذا التيار. أرجو لهم الخير، أحترمهم، ولكن لا أشعر أنني قريب في فهم الدين. أعتقد في فهم الدين جوهريا، في فهم جوهر الدين، يعني ما أسميه أنا المقاربة الغائية للدين، وأنا أردد يعني من فترة ليست بعيدة يعني هذا المصطلح، المقاربة الغائية، الفهم الغائي، التحديد الغائي للدين في مقابل التحديد الوسلي للدين. التحديد الوسلي هذا ينتج في النهاية دينا طقوسيا، دينا شكلانيا، يعطي اعتبارا للشكل والظاهر أكثر بكثير من اعتبار، بل على حساب أحيانا على حساب الجوهر والمضمون. هذا هو ربما أي أصل الخلاف. طبعا أود أن أنتهز هذه الفرصة في البداية يعني لأدعو لفضيلة الشيخ حقيقة أن يلبسه الله العافية وأن يعجل بشفائي وأن يعظم أجره أيضا في بليته. والله حقيقة أنا بكيت من أجل هذا الشيخ، وهذا الشيخ من شيوخ السلفية الكبار. نعم، فليس الشيخ أبا إسحاق الحويني وحده بارك الله فيه، تقريبا هذا منظور سائد
أن الجهاد له توابع وتوالي هذه التي ذكرها الشيخ. هذه الموضوعة بالذات موضوعة الجهاد من الموضوعات التي ينبغي أن يعيد فيها المجتهد المسلم النظر مرة ومرة ومرة، لأنها موضوعة محرجة جدا، وهي في نهاية المطاف تتناقض على طول الخط مع الخط العام لكتاب الله تبارك وتعالى، الخط الذي يقرر حرية الناس في أديانهم في معتقداتهم، يحرم العدوان، يحرم البغي على الناس بغير الحق. هذا القرآن الكريم. لكن تم طبعا إيه؟ تم شغل كثير كما يقال للأسف من قبل العلماء والفقهاء لكي يفهمون لأن الجهاد منه ما هو دفع وهذا حق، ومنه ما هو طلب وفتح. ومن تولي هذا أنك تستعبد البشر وتستعبد الناس وتأخذ غنائم. وطبعا كيف نشأ موضوع الحريم عندنا والجواري والعبيد والغلمان؟ بهذا الجهاد. شيء فظيع وعجيب جدا، لابد أن نعيد النظر فيه، بالذات الأفكار المغلوطة حول موضوعة الجهاد هي التي فرخت لنا كل هذه الجماعات وكل هؤلاء التفجيريين. الجهاد أصبح مفهوما غير محدد، غير منضبط فقهيا، للأسف غير منضبط قرآنيا، وحمل عليه أشياء كثيرة جعلته ماذا أقول يعني جعلته عدوانا صرفا على الآخرين.